مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الـ FBI بمقتل أمريكية تدعى نيكولين مانشفيلد وتبلغ من العمر 33 عاما خلال مشاركتها بالقتال في سوريا. وقالت عائلتها إن عملاء الـ FBI أكدوا لهم مقتلها في سوريا، مضيفة أن نيكول تزوجت من مهاجر من الدول العربية منذ سنوات عدة واعتنقت الإسلام. كما أقرت بريطانيا بمقتل أحد مواطنيها عندما كان يقاتل مع الإرهابيين في سوريا. وكانت الجهات المختصة في إدلب أوقعت أمس عصابة إرهابية بكمين محكم قرب معمل الكونسروة وقتلت 3 من أفرادها، بينهم المذكورة مانشفيلد، وبحوزتها وثائق سفر أمريكية. نفذت الجهات المختصة في إدلب كمينا محكما لمجموعة إرهابية بالقرب من معمل الكونسروة على طريق إدلب حارم، فأردت 3 منهم قتلى. عرف من القتلى 3 إرهابية بحوزتها جواز سفر ووثائق أمريكية توضح أن اسمها نيكول مانشفيلد من ولاية ميشيغان الأمريكية، مواليد 1980. الإرهابي الثاني علي مناصيف، بريطاني الجنسية، مواليد لندن 1990. أما الثالث فلم يعثر بحوزته على أي وثيقة تثبت شخصيته. ووجد بحوزة هؤلاء الإرهابيين أسلحة وجهاز كمبيوتر وخرائط لمواقع عسكرية.